تقف في مدرجات ملعب سوسة، تنفذ من دانيلو بالراو، الهدف الأول، الهدف الأول من أيمن عبد النور. قلت الكل وقف في مدرجات ملعب سوسة، كرة ثابتة، ركنية، التنفيذ دانيلو بيترولي بولو، والصعود بالرأس من أيمن عبد النور في شباك الحارس بن أيوب اللي ما تحققش في 96 دقيقة، تحقق في أقل من 20 ثانية. هذه الكرة الثابتة، هاي الإعادة في إرجاع الكرة من زيادة المشموم، ثم متابعة كانت من لعب ماريوس، ثم بالسلك اليسرى سفيان موسى يسجل الهدف الثاني. 2-1 تصبح نتيجة المباراة إلى حد الآن قبل 3 دقائق أو دقيقتين من التسعين. تولو با 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 غول فعل عامر باسا سجل الجول الثاني في الوقت بدل الضياع من عمر المباراة في غفلة من دفاع نادي المريخ السوداني، فعلها النجم الذي سطع نجمه في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، هدف قاتل قاتل. يتقدم للتنفيذ عاد الشاذلي يوزع على خط التمرير والهدف والهدف، شو بدك الهدف؟ جدا في المسيرة الباقية. شوف الكرة، شوف العملية، الكرة غلطة من حارس مرمى فريق القروان بلال في التايمينج او خروج الكرة، 3-4 لاعبين، 7 لاعبين كاملين في استقبال الكرة، وهذا كنت تكلمت فيه وقلت ان الرغبة في الليتوان موجودة، فرصة كانت للقروان على رجلية، 3 لاعبين باقي قدموا، شوف الاخطاء، 5 لاعبين قدام الكرة، سيف غزال معاهم الحارس تقريبا دقيقة تفصلنا عن نهاية الوقت القانوني. هذه كرة خطيرة لمجد الشوادي، والهدف الثاني، الهدف الثاني لنجم الأسرى أحمد العكاشي، هدف قد يكون حاسم، هدف قد يكون حاسم لفريق النجم الأسرى أحمد العكاشي، يغالط الحارس المتعلق ونشوفوا أمامنا الحارس كريم العموري، يعني غير راضي على مردود دفاع الفريق نتاعو. من أغلاط القليلة اللي في دفاع حمام سوسة ومن الكرات القليلة اللي جاول أحمد العكاشي، قلنا أنه أحمد العكاشي لاعب صندوق، لاعب 18، لاعب هداف، من الكرات القليلة اللي جاتو كورتين كان فيهم الأخطار، كرة هذيا شق بها دفاع حمام سوسة الكل، رغم أن الكرة كانت على ساقه اليمين، شوف الكرة هنا على ساقه اليمين بالبويسونس والفيتاس نتاعو بالانتيريور، ماركا بوتو مهم برشا. ماشي التراوي التوزيع والهدف الاول، والهدف الاول من عمار شمل، من عمار شمل، عمار شمل، عمار شمل يفتتح النتيجه، من عمار شمل يفتتح النتيجه لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي، تصويبه راسيه حاسمه من عمار شمل في الوقت البديل، تصويبه راسيه حاسمه من عمار شمل المدافع المحوري فريق النجم الرياضي الساحلي. نشوفوا التوزيعة كانت من مجدي التراوي وعمار جمل بتصويبة رأسية صائبة، يغال الدفاع الملعب التونسي، اللاعب الشاب والمدافع عمار جمل. عبد الأمين بن عمر يا بن مساكن يرفع الكرة تتعدى أكوستا، والهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، أكوستا، أكوستا يسجل الهدف للنجم والسادس في رصيده، ياخذ الكرة يسدد بقوة ويغالط سيف الدين الشرفي، فرحة كبيرة لاعبية النجم مع جماهيرهم الحاضرة في ملعب القردان، دون جاتوا الإعادة، هاي الإعادة تسديدة قوية، خذ الكرة ورا المدافعين وحدو أكوستا يسجل الهدف الأول للنجم. الهدف الأول حاسم الحاز أحسن،
حاسم الحاج حسن افتتح النتيجة، افتتح النتيجة لصالح النجم الذي الساحلي. أولى الكرات لحاسم الحاج حسن وأولى أهداف النجم الذي الساحلي وأولى أهداف حاسم الحاج حسن. كرة في المحور والهدف، الهدف بالنسبة لبغداد بونجاح. بغداد بونجاح، بغداد بونجاح، بغداد بونجاح يسجل، بغداد بونجاح يسجل هذه الكرة الثابتة. بغداد بونجاح ممتاز، هداف النجم الرياضي الساحلي في اقتناص هذه الكرة. بغداد بونجاح والتسجيل على مستوى محور دفاع النادي الافريقي في اقتناص هذه الكره الثابته في اتجاه الجزيري. يرفع الكره بالحارس والهدف الثالث، الهدف الثالث. اسعد الجزيري، اسعد الجزيري سجل الهدف الثالث، 3-2. يا الله ما هذا السيناريو. اسعد الجزيري يرجع الحلم، يرجع الامور الى نصابها الطبيعي. هاي هذا شاف الحارس متقدم، يرفع به الكره ويسجل في الدقيقه 98. 3-2، 3-2. نعم العزيمه. فكانت ضربة الجزاء اللي تقدم لها لطفي البكوش وحولها إلى هدف الانتصار. علي البريقي، علي البريقي، علي البريقي، يحافظ على الكرة، علي البريقي، علي البريقي، تبع في مامان يوسفو والمحاولة والهدف من بغداد بونجاح. بغداد بونجاح يسجل النجم الرياضي الساحلي في الوقت البديل لهذا اللقاء. قلت ربما تشويق في لقاء النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، لكن بغداد بونجاح ينجح في التسجيل في الوقت البديل، وربما لن نمر الى الحصص الاضافيه في هذا اللقاء. ومره اخرى سيحسم لقاء النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في الوقت القانوني. وكرة حاسمة وكرة قاتلة بالنسبة لبغداد بونجاح اللي ما قضاش عدد الكرات في مناطق الجزاء، لكن هذه المرة تمكن من التسجيل بعد كرة تلقاها بغداد بونجاح وسجل الجزائري وسيساهم في إحراز النجم الساحلي على الكأس باعتبار أنه هدف حاسم في الوقت البديل لهذا اللقاء. وهذه هي خصال قلب الهجوم، يدير باقتدار هذه المباراة. والكرة الأخيرة في المحور والهدف، الهدف الأول لصالح النجم الرياضي الساحلي. غنى الهدف لصالح النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي في الوقت البديل يهتدي للتسجيل. النجم الرياضي الساحلي بتبع كانت الكرة من مصعب ساسي، الكرة الأخيرة تشوفوا إذا لمسها لاعب من جانب كيف ستكون. الله، هكذا ستكون، هكذا.